إلى السواحل اليمنية في المنطقة الجنوبية أو المنطقة الشرقية بالنسبة لليمن، وصل ومعه من الذين خرجوا معه من الفرس، قيل أنهم قرابة 300 وقيل أنهم 800 من المساجين الذين كانوا قد قضوا فترات من الحكم في السجون في فارس. وصلوا لنجدته وإعادة مجده وتحرير البلد من الأحباش الذين كانوا يسيطرون على اليمن، حتى أن بعض المناطق سميت في تهامة ببعض الأسماء الحبشية، أرض حبشة أو ما إلى حبشة ذلك. فعلا. جاء إلى تلك السواحل، ثم بدأ يتحرك نحو صنعاء. ما الذي حصل؟ من واجهه؟ هل واجهه بعض العمال؟ هل وقفت معه القبائل في ذلك الوقت؟ هل خرجت معه القبائل؟ هل وجد حقيقة ما قد يسمى في هذا العصر بالثورة الشعبية من قبل المواطنين والقبائل من ذلك الوقت؟ هل التف حوله البعض؟ هل دعوة سيف كانت دعوة قومية يريد أن يعيد الأمجاد التي حرم منها، كما قال البعض أن جده الهميسة أو غيرهم أنه كان من أجداده وأنه ظلم؟ و ما قصة نهاية سيف، وكيف قتل سيف بن ذي يزن؟ البعض يقول أن هذه القصة عبارة عن قصة أسطورية ليس لها حقيقة، بدأناها على أنها حقيقة ونكملها في هذا اللقاء على أنها حقيقة. باسمكم جميعا يسعدني أن أرحب بضيفي الدائم في هذا اللقاء في قصة شعب في هذه الليالي المباركة التي أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم فيها الصيام والقيام وصالح الأعمال، الدكتور صالح باسرة. حياكم الله دكتور صالح. شكرا لك، شكرا. دكتور، سيف أسطورة ولا خيال ولا بين الأسطورة والحقيقة. بين الأسطورة؟ ها كيف يعني؟ طبعا ذكرنا بالحلقة الماضية أنه ذهب إلى ملك الحيرة، أعتقد النعمان بن منذر أو منذر بن نعمان، وهو الذي توسط، لأنه طبعا الحيرة من دول الأطراف أو التخوم، الغساسنة والمناذرة، فتوسط له عند كسرى أنوشروان. وكما قلت لك انه قيل انه ذهب، لكن استبعد انه يذهب انه الى لا يذهب الى القسطنطينيه، الى الامبراطوريه البيزنطيه، يستبعد لانه منطق، يعني هو يعرف موالين له هناك انه يذهب انه الاحباش هم من الموالين لهم، فاحتمال انه ذهب الى كسرى انوشروان هي الاقرب الى الحقيقه. وكما قلت لك انه كسرى انوشروان وافق على ان ينجد او يساعد سيف بن يزن على مكافحة أو محاربة الأحباش وإخراجهم. وكما قلنا أنه أرسل 800 من السجناء على مبدأ إذا يعني إن ماتوا إن ماتوا فهذه خلصنا، أحكام خلصنا، وإن قدروا يعني ساهموا في السياسيون هؤلاء لا رحمة لديهم، نعم كل شيء عندهم. وبعدين دائما السجين يكون يعني أكثر صلابة، قوي صلاب صلب، وأيضا والرحمة يعني عنده إلى حد وعنده الرغبة في الحياة، والرحمة طبعا بكل تأكيد ستكون أقل. فقيل إنه طبعا هم جاءوا طبعا من الخليج وإلى مقربة من عدن، يبدو أن المعركة كانت قريبة من عدن. مش يقال أنه إلى بر علي ولا شيء؟ بير علي، بير علي عفوا، يعني بير علي ليس بعيد ايضا من عدن، يعني ما بين المكلا ما بين ما بين بعد المكلا، هي يعني ما بين بعد بين بلحف بالمكلا، لكن بعض الكتب تقول انها على مقربه من عدن. لانه ليش على مقربه من عدن؟ لانه ايضا الاحباش يعني في المناطق التهاميه معظمهم، يعني مناطق المطلة على البحر الأحمر معظم الأحباش، يعني أراد أن يختصر بالبحر، فيبدو أنه اختصر بالبحر. يعني منطلق لم ينطلق يعني تقريبا من 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 حضرموت برا؟ لا لم ينطلق من حضرموت برا، لا ما أعتقد، لأنه المسافة ستكون بعيدة وأكثر مشقة، وأكثر مشقة يعني إلى اليوم من حضرموت إلى صنعاء يعني مسافة، مسافة طويلة، وخاصة يعني إلى المكلا ربما من سيئون إلى صنعاء أقرب، يعني يمكن 6 ساعات بالطريق الصافر أو نعم. فيبدو أنه يقال أنه أن السفينتين قد غرقت بمن فيها، يعني هي 8 سفن التي جاءت، على كل سفينة يمكن 100 إذا صح القول أنها أن العدد 800، في سفينتين قيل أنها غرقت، أنها غرقت بقي 600، بقي 6 من السفن يعني 600، وتمت المعركة على مقربة من عدن وواصل إلى صنعاء، وقتل آخر حكام الحبشة في اليمن وهو ابن أبرهة
المسمى مسروق، لأنه بعده جاء إكسوم ثم مسروق ابن أبراهام. وقيل أنه كسر أنه شروان بعد انتصار سيف بن ذيزن، طلب من سيف أن يدفع ما يسمى يعني بمبلغ من المال، يعني كدليل يعني ولا للإمبراطورية الفارسية، لكنه كما تقول بعض كتب التاريخ أنه قد طلب من وهرز أن يعود وأن يترك الحكم لسيف بن ذيزن، أن يعود مع بعض القوات. وعاد كما يقال أنه وهرز عاد إلى بلاد فارس، وبقي سيف بن ذيزن يحكم، وجاءت وفود من قبائل العرب بما فيهم. أنت قد وصلت صنعاء الآن، لا صنعاء طبعا، وقد موت برهاه أنت الآن خلاص، يعني خلاص يعني انتهى مسروق. لكن لأنه أبراهام مات بعد غزوة جميل، لكن سيف الآن يعني إذا كان عدن معناه أنه مر بمناطق الضالع، مر بالضالع بتعز بالمعافر، يعني مر بها، وجد مقاومات بكل تأكيد، وجد مقاومة، لكن شدة القتل وقتل مسروق الحاكم الحبشي دائما لما يقتل القائد يصيب المعنويات، يعني إلى جانب كما قلت لك في الحلقة الماضية أنه يعني مجيء القوات الفارسية على قلتها خلقت نوع من الرهبة والرعب عند الأحباش، لأن الأحباش بكل تأكيد ما كان عندهم معلومة كاملة كم العدد، ربما يعني أنه يكون ربما اعتقدوا أن أعداد كبيرة فارس يعني لن تلقي إلا بي، لأنه أبرها عندما جاء مع تحت قيادة رياض الجيش الذي جاء في حدود 70,000 الذي جاء من الحبشة لغزو اليمن بشكل نهائي بعد حادثة الأخدود، فسيحسبون حسابهم أنه القضية تكافؤ، أكيد يعني لا يمكن للإمبراطورية ترسل 800 أو 600، بكل تأكيد اعتقدوا أنه عدد كبير ومن البحر، يعني سفن يعني لا يدروا يعني كم العدد، فربما هذا خلق نوع من الرهبة. لكن هل معنى ذلك انه الجيش انضمت اليه مجموعه من الاحباش؟ لا، من القبائل، يعني بكل تاكيد القبائل اليمنيه، بكل تاكيد ناصرت سيف، لانه دائما القبائل سواء يمنيه وغير يمنيه عندما تشعر ان هناك قائد وان هذا القائد قد حقق انتصارات دائما يعني تبدا في الانصياع له او في بس يعني يقال أن الأسرة اليزنية أصلاً كان بنو عمومته يقفون مع، يعني يقال أنهم كانوا يقفون مع 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 مع, مع إبرها، يعني مع إبرها، نعم. فكان منقسمة الأسرة، كانت منقسمة، نعم. لكن عندما شعروا بالانتصار وخاصة بعد مقتل الحاكم الحبشي مسروق ابن إبرها، وبالتالي لن يقتل لوحده، سيقتل معه مجموعة من أتباعه من يعني مستشاري ومن الشخصيات. لكن هذا يقودني يا دكتور إلى سؤال، لماذا البيزنطيين يعني تخلوا عن 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 إبرها؟ هم ممكن تقول تخلوا، لكن أيضا لا تنسى إنه القسطنطينية وبيزنطة بعيدة، وبيزنطة لا تستطيع أن تحتل اليمن، لأنه يعني إرسال القوات يحتاج إلى الحبشة، سيحركوا من الحبشة، فمن الحبشة يبدو إنه الحبشة ليست كلها تحت حكم من يتبعون أبرها، ومعروف أنه النجاشي يعني كان إلى حد كبير الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل أول هجرة إلى الحبشة فيما بعد، يعني معناه أنه ليس كل الحبشة تحت سيطرة مجموعة أبرها، يعني ممكن أنه كذا، يعني أقصد السياسات تلعب في موقف، السياسات تلعب، وأحيانا يعني فئة قليلة تغلب فئة كبيرة، يعني أحيانا يصاب الجيش بالخوف بالخذلان، أحيانا تسري إشاعات بين القوات وتخلق نوع من الخوف، وخاصة أنه هذا كله حدث بعد فشل أبرهة وقواته في غزوها لمكة، يعني وموت يعني تقريبا معظم قواته، معظم قواته ماتت، يعني استهلكوا في الله، يعني استهلكوا بالتالي ماتوا، وهو أيضا مات متأثرا يعني بالمرض أو ما سمي لأنه لم يكن بذلك يعني بحجارة السجيل، يعني فطبعا هذا أيضا بكل تأكيد لعب الدور، يعني لأنه المعركة الأخيرة هذه لم تكن يعني هي المعركة الوحيدة، وإنما سبقتها معارك، يعني وهذه ربما أدت في الأخير إلى انتهاء الحكم الحبشي، أو ولا يعني كل الأحباش أنه انتهوا، بكل تأكيد يعني في عدد من الأحباش أعلنوا طاعتهم لسيف بن ذيزن واعتبروا أنفسهم جزء من أتباع سيف بن ذيزن. طبعا ما يهمنا أنه يعني حدث احتفال في صنعاء أو جاءت وفود تهني
قبل ما يهنوه يا دكتور خلينا نشوف انا كيف وصلها مع الرجال العين. ما تقدرش تعرف لانه 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 كتب التاريخ لا تستطيع ان تتحدث عن التفاصيل. لكن صنعاء المدينه المحصنه، صنعاء المدينه اللي اقصد، هل يعني ما دام الحاكم الحبشي قد خرج من صنعاء وقتل، صنعاء قد فتحت، لو بقي في صنعاء وتحصن بصنعاء يمكن. دعني اقصد بعد الفاصل اذا اذنت لي ان اعود الى صنعاء. وأول من جعل صنعاء عاصمة يعني في التاريخ، وكيف يعني صنعاء دائما في إشكاليات في قضية الدخول والخروج إليها، كيف تقبل الناس في صنعاء أن يعود سيف يعني إلى حكم، وما مدى تأثير الأحباش حقيقة على الثقافة وعلى الاقتصاد البلد؟ لكن بعد الفاصل نبتدي في ذلك أعزائي المشاهدين، فاصل يسير أسعد بعده بأن أجدكم بإذن الله تعالى.